السلام عليكم. طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها دي ظروف مش طبيعية، ولا الجامعات ولا الدول ولا اي حد كان متوقعها ولا عمل حسابها، ودي طبعا ظروف محدش يقدر يتخيل مردود اللي احنا فيه ده على الوضع العالمي عموما، على الاقتصاد، على الأسر، على يعني موضوع أكبر من تخيل أي حد. فدي طبعا ظروف المفروض الناس كلها تبدأ تدور على يعني طريقة معينة للتعلم عن بعد لحد لما الموقف يعدي إن شاء الله على خير وسلام يعني، وربنا يحفظ لكل يعني أغلى حاجة، أغلى ناس، أغلى كل واحد عنده اللي بيحبه، كل واحد عنده اللي حواليه، كل واحد عنده أب وأم وأخوات. ربنا يحفظكم ويحفظ كل الشباب اللي زيكم ويحفظ الأهالي لكل الشباب، وربنا يعدي الغمة دي على خير وربنا يسترها إن شاء الله. المهم الليكتشر اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي البريشر. يعني ايه كلمة بريشر؟ كلمة بريشر اصلا يعني ضغط. فانت لو بصيت على مفهوم الضغط عموما، الضغط بيعتمد على يعني قوة، والقوة دي لازم تتوزع على اريا، يعني لازم تقول ان في فورس، والفورس تكون متوزعة على اريا محدودة. فهو ده تعريف البريشر. فالبريشر هو عبارة عن فورس applied، يعني يتم تنفيذ الفورس دي عموديا perpendicular to a surface. خلاص كده السيرفس ده مش اي سيرفس، لازم يكون unit area، يعني area محددة. خلاص بتكون الاريا دي متوزع عليها القوة. يعني بمعنى اصح اقدر اطلع بقانون اقول ان البريشر بيساوي الفورس على الاريا، لان البريشر هو عبارة عن الضغط او الفورس اللي هي القوة اللي متوزعة على اريا معينة. فانت كده معناها ان عندك جزئين في المعادلة، يا اما الفورس يا اما الاريا. طيب فلنفترض ان انا عايز ازود البريشر، عايز اعمل increasing للبريشر. عشان اعمل increasing للبريشر قدامي حل من الاثنين، يا اما ازود الفورس يا اما اقلل الاريا. طب اشمعنى ازود الفورس واقلل الاريا؟ لان لو انت بصيت هنا هتلاقي ان الفورس هي اللي فوق، يبقى الفورس تتناسب تناسب مباشر مع الايه، مع الـ مع الـ مع الاري مع الـ مع البريشر. اما الاريا فهي تحت، فكل ما هيزيد البريشر كل ما هتقل الاريا. خلاص انت لو بصيت في الصورة دي هتلاقي دي او الصباع ده كله بيدي نفس الفورس. الفكرة في الاريا، الاريا هنا كبيرة فيبقى البريشر هنا قليل، الاريا هنا صغيرة فيبقى البريشر هنا عالي. تمام. طيب طالما انت بتقول ان في بريشر يعني في فورس، والفورس دي متطبقة على اريا معينة، يبقى لازم في اسلوب معين للقياس. طيب انا هقيس، لازم اقيس بالنسبة لشيء، يعني زي ما عملنا الكيلو. طب الكيلو ده عبارة عن ايه؟ الكيلو هو عبارة عن وزن لتر مية. فانا اعتبرت ان الكيلو ده ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ شيء ثابت. كل مرة اروح اجيب الطماطم او الخيار او الباذنجان او اي خضار او اللبن او الحديد او اي شيء او البني ادم شخصيا، واروح احط قدامه مية، يبقى هجيب لتر المية واقيس عليه كل، اقعد احط طماطم لحد لما اخد الوزن المطلوب في لتر المية. فده اسمه الريفرنس، اللي هو ايه المرجع اللي انا برجع له. خلاص.
طيب، فأنت عشان تبدأ تقيس البريشر لازم يكون عندك ريفرنس. طيب دلوقتي في الثلاث صور اللي انت شايفهم دول، ايه المرجع اللي هنا؟ يعني ايه الضغط اللي انا هقيس بالنسبة اليه؟ طيب هل في الفضاء الضغط موجود؟ لا، يعني مفيش اي مركبات او اي مولكيولز في الفضاء، يبقى مفيش ضغط حواليا. يبقى انا بقيس الضغط بتاعي جوه المركبة بالنسبة للفراغ خارج المركبة. طيب ده بالنسبة للمركبة الفضائية. طيب بالنسبة للإطار أو التاير بتاع السيارة، التاير بتاع السيارة في هوا جوه الإطار وفي هوا بره الإطار. طيب يبقى في هوا داخل الإطار وفي هوا خارج الإطار، يعني غير المركبة الفضائية. المركبة الفضائية في هواء داخل المركبة لكن مفيش هواء خارج المركبة. يبقى في فرق هنا ولا لأ؟ في فرق ضخم، لأن الهواء اللي داخل الإطار دون خلاص عشان أدخله جوه الإطار لازم أستخدم مكنة أضغطها، خلاص كده أضغط الهواء داخل الإطار. أما المركبة الفضائية، المركبة الفضائية أصلا طالعة بضغط من الكرة الأرضية، ضغط طبيعي. لكن لما طلعت برة، لما طلعت برة أصبح إن جوه المركبة في ضغط وخارج المركبة مفيش ضغط. فدي قصة ودي قصة. طيب المهم أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان أقول لك إن كل وضع من التلاتة دول، زي مثلا الوضع ده اللي هو بير البترول، بئر البترول مثلا، بئر البترول مثلا، الضغط اللي موجود هنا غير الضغط اللي موجود هنا غير الضغط اللي موجود هنا غير الضغط اللي موجود هنا. طب ليه؟ زي بالظبط كده ما حضرتك بتنزل المسبح، اول ما تنزل المسبح مفيش ضغط، تبدأ تنزل تغطس شوية، يعني تاخد نفس وتنزل جوه المسبح، يبدأ يزيد الضغط على ودانك. تنزل للقاع يبدأ يزيد الضغط على ودانك. لو انت في البحر ونزلت جامد ومن غير اللبس المظبوط بتاع الغطس ممكن يحصل لك مشكلة في الأذن الوسطى، خلاص، نتيجة الضغط. يبقى الضغط فوق غير الضغط تحت غير الضغط هنا غير الضغط هنا. طيب دول ثلاث حالات للضغط، فإحنا ممكن نسميهم أو ثلاث أنواع دول، واحد فيهم اسمه الأبسوليوت، والتاني اسمه الجوج، والتالت اسمه الديفرنشال. طيب يعني إيه الكلام ده؟ نبدأ الأول بالأبسوليوت. الابسوليوت ده لو انا في الفضاء، يعني ايه كلمة ابسوليوت؟ يعني مطلق، زي ما انت شايف كده الصورة دي اللي الصورة دي متصورة منين؟ من المحطة الفضائية الدولية. الفكرة كلها ايه؟ ان الفيزل اللي هي المركبة الفضائية دي خلاص كده جواها مولوكيول، خلاص كده، او المركبة الفضائية اللي موجودة هنا او المحطة الفضائية اللي موجودة دي جواها مولوكيولز، اما بره ما فيهاش مولوكيولز. فانا بقول لك لو لو انا في كلمه ابسولوت، لو انا بقارن الضغط بتاع المركبه من جوه لبره بالنسبه للفضاء، ده اسمه ابسولوت. ليه؟ لان البريشر هنا او البريشر اللي خارج في الفضاء اسمه زيرو. فاي قرايه، اي قرايه هتتقري جوه المحطه هيتقري الفرق بينها وبين الخارج اللي هو الصفر، خلاص. عشان كده دايما في الفضاء بيستخدموا الابسوليوت بريشر. ليه؟ لانه دقيق جدا. بره مفيش مركبات، مفيش مولوكيولز، مفيش هواء، فيبقى مفيش ضغط. طالما مفيش هواء مفيش ضغط يبقى صفر. طب جوه المحطه؟ لا، ده فيه هواء، فيه مركبات، فيه مولوكيولز، يبقى فيه ضغط. يبقى الفرق بين اللي جوه المحطة واللي بره المحطة اسمه absolute pressure. ليه؟ لان انا استخدمت وعاء فارغ تماما من المركبات عشان اقيس بيه البرشر، خلاص. ده بالنسبة لاول ايه نوع من انواع الضغط. تاني نوع من انواع الضغط اللي هو الجوج بريشر. الجوج بريشر دون دي بالطريقة معينة انا بستخدم فيها القياس، زي الراجل بتاع البنجرشي اللي هو
بتاع التاير بتاع السيارة ده. الراجل بتاع التاير بتاع السيارة ده معاه منظم، خلاص كده لما بتروح له بالتاير بتاع السيارة بتقول له التاير فارغ، هو تلاقي معاه كده منظم يروح يحطه في التاير ويقرأ القراءة. طيب هو بيقرأ القراءة بالنسبة لمين؟ هل بالنسبة للفضاء؟ لا، ده هو بيقرأ القراءة بين الفرق بين الضغط داخل الإطار والفرق وخارج الإطار. طب فارق خارج الإطار، هل فارغ؟ لا مش فارغ، ده اللي خارج الإطار ده اللي هو الأتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. طب هل إحنا عايشين في ضغط؟ آه طبعا، إحنا مش ضغط الحياة، واخد بالك؟ لا، ده هو أنا بكلمك في إن إحنا عايشين في ضغط جوي. يبقى الجوج بريشر ده هو الضغط اللي جوه التاير، بس الفرق بينه وبين الضغط الجوي. طيب لو انا عايز اجيب الابسوليوت بريشر بتاع التاير، يبقى لازم اجمع الضغط اللي جوه التاير زائد الضغط الجوي، لان الضغط لان ال 30 ملي امبير او 30 بار اللي بيقراها الجهاز بتاع الراجل اللي بيحط التاير ده او اللي بيزود الهواء في التاير بيقرا 30 بار بالنسبه للضغط الجوي. خلاص، فهديك مثال بسيط هنا عشان توضح الامور بالنسبه لك. ده الكمبريسور بتاع الهواء اللي بيبقى موجود عشان يملى التاير هواء. طب ايه اللي بيحصل؟ الكمبريسور بياخد هواء بالضغط الجوي ويضغطه، صح، ويديك ضغط اعلى من الضغط الايه الجوي، والا ما كانش الهواء هيطلع من هنا. طيب الضغط الهواء اللي بيطلع من هنا ده خلاص مقداره ايه؟ او انا لما اقيس البريشر بتاعته هتساوي ايه؟ هتساوي الضغط اللي انا حطيته على الهواء زائد الضغط الجوي ده. فهي دي المعادلة، اللي هو الابسوليوت بريشر اللي هو الضغط بالنسبة للفراغ او بالنسبة للفضاء بيساوي الجوج بريشر زائد الاتموسفيريك بريشر. طيب في بقى نوع تاني اللي هو الديفرنشال بريشر.